همهمات رياح خفيفة كانت أول أصوات مسجلة من المريخ نقلتها وكالة إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا، التي بث علماؤها تسجيلا مصورا فريدا من نوعه لهبوط مركبة الفضاء بيرسيفيرانس التاريخي على سطح المريخ الأسبوع الماضي. تسجيل ناسا يظهر بوضوح شديد لحظة انفتاح مظلة لإبطاء سرعة المركبة الجوالة استعدادا للهبوط فوق سطح الكوكب الأحمر واقترابها من السطح، وأمكن تسجيل اللقطات من خلال مجموعة من الكاميرات وضعت في زوايا مختلفة من المركبة التي حملت بيرسيفيرانس عبر الغلاف الجوي للمريخ، إلا أنها هبطت بسلاسة في حوض واسع على السطح يعرف باسم فوهة جيزيرو. أما المقطع الصوتي لهمهمات الرياح الذي عرضته ناسا فقد سجلته مكبرات صوت مثبتة فوق المركبة الجوالة بعد الهبوط على سطح الكوكب الرابع من حيث ترتيب البعد عن الشمس، لكن مركبات الصوت لم تستطع تسجيل أصوات أثناء الهبوط على أرضية الفوهة، وإن كانت قد سجلت طنينا ميكانيكيا صادرا عن المركبة الجوالة بعد الوصول. وتسعى المركبة بيرسيفيرانس للحفر في المريخ وأخذ عينات من صخور الكوكب الأحمر وجلبها للأرض لفحصها، وتعد تلك التسجيلات المصورة هي لب أحلام العلماء في التقاط أول تسجيل مصور لهبوط مركبة فضائية على كوكب آخر.